دكتور عمال معلش هجيلها لان جالنا سؤال. ستات كتيره جدا بقت الاسترس والضغط النفسي مترجم عندهم في الفايبروميالجيا، وناس ستات كتير جدا من كتر اكتئاب استرس الحياه بقت الاعراض دي موجوده، وبقت مش عارفين يحددوا ويعملوا ايه، لان الكلام المنتشر ان ملهاش علاج. بصي حضرتك، قصة الفايبرومايالجيا دي بقت بتستخدم أزيد من المفروض شوية، مش كده؟ يعني كتير حتى من الزملاء، مش عاوزة أعيب في حد، بس كتير قوي بلاقي تشخيصات فايبرومايالجيا كتير قوي. أنا عشان أقول فايبرومايالجيا هي لها محددات معينة، لخبطة النوم، إنها تصحى تعبانة الصبح، في نقط معينة في الجسم بتبقى مؤلمة جدا لو ضغطنا عليها، ممكن يبقى فيه لخبطة في الهضم، يجي لها فترات إسهال، لازم مشاكل الجهاز الهضمي فيها. لازم ما جهاز انا هضم، هجيلك بقى لازم لجهاز جهاز هضم. الهضم. لكن الحقيقة أنا اللي بطلبه دلوقتي، بوجه رسالة لكل الزملاء، عشان أقول إن العيانة فايبرومايالجيا لازم أكون عملت كل الاختبارات، يعني لازم أكون عملت تحاليل الدم بتاعتي، وعملت الكشف الإكلينيكي بتاعي كامل، وعملت الأشعاعات بتاعتي، لأن مشكلة الأمراض الروماتيزمية غير أي حاجة تانية. ايه يعني الاشعاعات الضغط، اللي بتتعمل عشان تكتشف الامراض هخلص الروماتيزمية؟ النقطة دي يا سهير عشان بس دي مهمة. المشكلة مثلا الناس اللي عندها سكر بتعمل تحليل سكر يطلع عندها يعني يبقى عالي نسبة السكر في الدم، اللي عندها غدة بتبقى الغدة عالية أو واطية. لكن مشكلة الأمراض الروماتيزمية إن كتير جدا جدا منهم التحاليل ما بتطلعش فيها حاجة، وده بتبقى في البري كلينيكال ستيج، اللي هي الفتره ما قبل ظهور المرض بالشكل الكامل، اللي بنقول المراحل الاوليه من المرض، ممكن قوي التحاليل ما يطلعش فيها حاجه. فلازم استخدم وسائل اخرى زي التشخيص بالموجات الصوتيه على المفاصل، زي التشخيص بالام ار اي على الظهر، زي ان انا اكشف بنفسي على كل عرض من الاعراض اللي قاله المريض. وكتير جدا جدا من حالات الفايبرومايالجيا تبقى روماتويد في الاول او ذئبه في الاول، ولسه الصوره الاكلينيكيه او ما الكرايتيريا اوف اكتملتش. دايجنوزس ما اكتملتش. فالحقيقه ده لازم يتاخد باهتمام، لان ده علاجه حاجه غير ده خالص. التانيه بتبقى مهدئات ومثبطات للارق اللي عندها ده، لكن التانيه لازم تاخد علاج مناعي انا مظبوط هو ده اللي انا كان قصدي عليه، ان في اشعاعات نعملها عشان وتحاليل. وتحليل. ما حضرتك بتقولي ساعات التحاليل ما بيطلعش فيها حاجه، وفي اشعاعات ممكن فالاشعه تساعد ممكن تبقى فاصله، سواء رنين مغناطيسي او اشعه على حسب مقطعيه. بقى ما المريضه الفايبرومالجيا بتشتكي، هتطلع نورمال لو احنا بندور على فايبرومالجيا او كله بيطلع متلازمات نورمال، الاهراق المزمن، كل الحاجات دي. كلها نورمال. ايه علاقتها بالجهاز الهضمي؟ لا، وليه دايما بتظهر في ده مع جهاز جزء الهضمي؟ من الكرايتيريا بتاعتها جهاز هضمي. طيب احنا اي حد جه يشتكي من، احنا عايزين نشخصه متلازمه الارهاق المزمن، النفسي، كرونيك فاتيك لان سندروم، وليه اسم الفايبرو جديد نفسي صح؟ دلوقتي، وعندنا الفايبروميالجيا. طيب انا ينفع اقول لحد انت عندك ارهاق او انت متشخص هذا التشخيص بدون ما استبعد؟ للاسف هم 13 سبب لكلمه ارهاق، 13 سبب بالعدد. ارهاق نفسي، ما احنا بنتكلم، هو لابد ان انا استبعد هذه ال 13 سبب. يعني انا دلوقتي حصل لي اهم مشكله وعندي وجع احساس ان انا اسمحوا لي اقول مكتئب، لكم ايه بقى ادور على ايه؟ انا بحبك الاول، وانا كمان انت عارف. رقم واحد، لابد ان انا استبعد هو امراض دايما كده، النوم. ده كل مره لازم اقول، لازم يقول لي هو بيحبني، لازم استبعد امراض النوم. النوم طبعا نسيب الدكتور احمد يكلمنا عليه. النوم ده ليه جايين لك، ليه 3 مراحل. ان واحد في حاجه اسمها النوم بالعين السريع، وده ليه امراض، ده ممكن يجي له شخير وتوقف النفس اثناء النوم، وده قصه تانية. بتوع الانف واذن يقول لك هنعمل لك اللهاه ومش اللهاه ونعالج لك الجوع الانف، الحقيقه لا، ده لازم يروح معمل نوم، لان ممكن يبقى الموضوع مركزي وممكن حاجه تانية خلل في مرحله من مراحل النوم. في ناس بتمشي وهي نايمه في ان، في ناس بتصحى على فزع، في ناس عندها احلام كوابيس نايت ميرز في الحركات. فده موضوع هنسيب الدكتور احمد يكلمنا فيه. ده اهم سبب لازم استبعد فيه كلمه ارهاق. كثير من الناس عندها امراض النوم، الارق، طيب ده اول بند. مش هكلمكم بقى على الغده الدرقيه ولا الغده الكظريه ولا الناس اللي بتسود، الامراض العضويه، احنا بنتكلم على الجزء النفسي. طيب انا اعرف منين ان سمير عنده اكتئاب، او داليا عندها امراض الفصام، او حماده عنده انكزايتي؟ ما ليهم كرايتيريا. الاكتئاب انا هحلله واعمل له ايه؟ الاكتئاب ده ليه علامات محدده، خلل في النوم،
ما فيش انترست في الاشياء وعندي لوم للاخرين وما فيش طاقة عندي، ما فيش مجهود، والمجهود ده نسبي يختلف من على فكرة محمد. انت كده بتوصف ناس كتير ده كل وما فيش تركيز، وعندي حاجة اسمها اجيتيشن، سايكوموتر اجيتيشن، وبفكر في الوفاة وبفكر الحياة قيمتها ايه. بس في نقط مش موجودة عند كل الناس، لازم الطبيب يفحص دول. وامراض التوتر دي قصص تانية كثيرة جدا. طيب جزء من الكريتيريا بتاعتها، طب دول هل دول ده حصل يعني مثلا الاكتئاب ده خلل في السيروتونين والنور ادرينالين. الناس اللي عندها السايكوزس اللي هي انا نبي، انا بتحرك، انا بمشي على الحيطه، انا في الاوهام الدلوجن الضلالات، ده زياده في الدوبامين داخل المخ.